بسم الله الرحمن الرحيم انا كذلك بدوري كنحييكم تحيه نضاليه وكنشكركم على المناضلين ولا الاخوان اللي معنا اليوم وغنعرض عليكم بدوري بطريقه مختصره الحصيله ديال القطاع السياحي ديال الحكومه المغربيه في هذه السنوات الاخيره واللي كانت المسؤوليه ديال التجمع الوطني الاحرار اولا هاد القطاع غادي نبدا بالطريقه اول بحصيله 2010 لان الارقام تنجزات فيه ومن بعد غادي ندوز حصيله 2011 لان الارقام ولا المشاريع مستمره فالقطاع السياحي كيتعتبر اليوم من ركائز الاقتصاد المغربي كانت هناك استراتيجية محكمة إرادتية اللي انطلقت تحت الإرشادات السامية لصاحب الجلالة اللي جعلت من هاد القطاع كيتمركز كقاطرة سوسيو اقتصادية في المملكة المغربية كنشوفوا بأن هاد الاستراتيجية المحكمة أو الإرادتية جعلت من هاد القطاع كيتقدم بطريقة مهمة جدا حيث كان له معدل في هاد الأربع سنوات الخمس سنوات الأخيرة يتعدى 10% بينما المعدل العالمي لم يتعدى 5% وهذا كيبين بأن هناك كان عندنا واحد النمو قوي في القطاع السياحي اللي جعلوا اليوم كيمثل تقريبا 8% من المنتوج الداخلي الخام الغير المباشر وكيوصل تقريبا 12% في الغير المباشر هاد استراتيجية وهاد الدينامية جعلتنا نوصلوا تقريبا 10 مليون سائح تسعود مليون فاصلة ثلاثة هي 93% من هدف استراتيجية 2020 لكي نضاعف بذلك عدد السياح ما بين البداية هذا القرن اللي كانوا في حوالي 2 مليون سائح المداخيل يعتبر هذا القطاع من أهم المساهمين في الاقتصاد الوطني وخصوصا في العملات الصعبة حيث كيدخل 56 مليار درهم سنويا في العملات الصعبة في 2010 وتعدينا كذلك بذلك حتى مداخل الجالية المغربية ليكون هذا القطاع من أول مستوردين العملة الصعبة الطاقة الإيوائية كذلك كانت هناك دينامية استثمار قوية ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة اللي عشناها في هذه السنوات الأخيرة واللي جعلت العديد من الدول كتعرف واحد التزعزع وواحد المشاكل الاقتصادية كان هناك واحد دينامية الاستثمار قوية في المغرب اللي جعلتنا نوصلوا حتى 177 ألف سرير وبذلك نضاعف عدد الأسرة في منطلق هذه الحقبة في هاد كذلك مناصب الشغل يعتبر القطاع السياحي من أهم موفري مناصب الشغل في الاقتصاد المغربي حيث وصلنا إلى 448 ألف منصب شغل في سنة 2010 لكي نساهم بطريقة قوية في الاقتصاد المغربي وكنبينوا بأن نسبة التشغيل كانت من أكبر أو خلق نسب الشغل كانت من أكبر النسب في الاقتصاد المغربي التكوين اللي هو مهم كذلك في استراتيجية المغربية للسياحة وكانت هناك مجهودات كبيرة لنواكب ارتفاع الطاقة الإيوائية وكل المشروعات التي انطلقت في هذه السنوات الأخيرة وتمكننا في هذه الأربع أو خمس سنوات الأخيرة لكي نضاعف بمرتين ونصف الالتحاق بالمعاهد تكوين السياحي ونضاعف بمرتين أو أكثر من مرتين خريجي المعاهد التكوين السياحي وهذا كيبين الاستراتيجية القوية والسياسة القوية اللي تبعتها الحكومة في هذه السنوات الأخيرة في ميدان التكوين ماشي غير الكمية ولكن كذلك القيمة إعادة هندسة برامج التكوين إعادة تعزيز البرنامج الموارد البشرية 2008-2012 إعادة تموقع المهد العالمي العالي الدولي للسياحة بطنجة حيث الآن عندنا الماستر والدكتوراه وكذلك تعزيز مناهج التدبير الفندقي هذه الأمور كلها جعلت من هذا القطاع باش يكون قطاع قوي
قطع السياحة على الصعيد العالمي وعنده وتمكنته باش يقطع الظرفية الاقتصادية الصعبة اللي عشناها في هذه السنوات الأخيرة بكل قوة، حيث كان المغرب هو الدولة الوحيدة في المحيط المتوسطي اللي خرجت بارتفاع مهم في خلال الأزمة الاقتصادية، بينما كل دول كان عندها انخفاض لكي وصلت 11% في إسبانيا. في هذا النطاق ديال هذه الاستراتيجيه ديال التنميه السياحيه كانت هناك عده منجزات اللي غنلخصها بطريقه سريعه. هي اولا خلق ديناميه كما ذكرت مستمره في الاستثمار، اطلاق جيل جديد من المنتوجات السياحيه، ونتكلم على مثلا المخطط الازرق، مخططات التنميه الجهويه اللي كنسميهم البي دي ار تي اللي انطلقوا الاشغال ديالهم في العديد من المدن، برامج فضاءات الاستقبال اللي كتجي باش تعزز سياحة العالم القروي والفضاءات الطبيعية، السياحة الوطنية والداخلية اللي هي مهمة جدا وخصوصا عبر برنامج بلادي وبرامج أخرى. فعديد من المنجزات، أنا أعطيكم غير بعض الأمثلة باش نختصروا في الوقت. كمحطة المخطط الأزرق اللي نتج العديد من المحطات لحد الآن واللي هي مستمرة، كمحطة تسعيدية اللي تبنت على مساحة تقريباً 700 هكتار واللي فيها تقريباً 2170 سرير، محطة مهمة اللي عرفت إقبال مهم في السنوات الأخيرة. السنة الماضية 68% معدل الملء اللي كيبين الإقبال اللي عليها. محطة مازاغان في قدام الجديدة اللي هي محطة مهمة اللي انطلقت السنة الماضية ومع مستثمرين أمريكيين، واللي تهي خلقت تقريباً 1000 سرير واليوم عندها معدل ملء مهم جداً. محطة موغادور اللي انطلقت هذه السنة بفندق سوفيتال واللي فيها طاقة إيوائية ديال 700 سرير. محطة إفران، وهذا كيدخل في نطاق مشروع أو برنامج بلادي اللي هو كي الهدف دياله هي تعزيز وتنمية السياحة الداخلية وبطاقة إيوائية اللي كتعدى 4700 سرير. استراتيجية 2020 خططنا في هذه السنوات السنة الماضية وضعنا واحد الهيكلة ديال استراتيجية مستقبلية ديال القطاع السياحي في المغرب للسنوات العشر المقبلة، استراتيجية 2020. هذه استراتيجية اللي جات اليوم باش تخلق دينامية جديدة وتعطي نفس جديد وتمكن المغرب باش يتمركز أو يعزز التمركز ديالو كوجهة سياحية قوية على الصعيد العالمي. فهذه استراتيجية كتمركز على أربع مبادئ مهمة. هي أولاً الجهوية، ثانياً الأصالة، التنمية المستدامة والجودة. فهذا القطاع السياحي باش تعطى لكل جهة الحظ ديالها باش تتمركز كوجهة سياحية، وكذلك اللي كاين نستغل هذا التنوع الجغرافي والثقافي والتراثي اللي عندنا في المملكة ديالنا. السياحة اليوم تهي انخرطت وكانت أول قطاع كينخرط في مبدأ الجهوية الموسعة لخلق حكامة محلية، خلق الاقتصاد محلي، ولكي يتمركز القطاع أو يعزز القطاع المركز ديالو كقاطرة ديال التنمية السوسيو اقتصادية في بلادنا. تخلقت 8 جهات وكل جهة فيها عرض، إما عرض شاطئي، عرض ثقافي أو عرض طبيعي. 6 برامج هيكلية لهذه الاستراتيجية. برنامج مخطط الأزرق 2020 باش نكملوا التنمية ديال المخطط وخصوصا بناء المحطات اللي انطلقت. برنامج تراث والإرث الحضاري والهدف منه هي نعزو التراث ديالنا والتاريخ ديالنا والأثرات. برنامج التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة وخلق سياحة أو تنمية سياحة مسؤولة. برنامج التنشيط والرياضة والترفيه، لأن هذا هو نقطة الضعف ديالنا اليوم هي الترفيه، محطات اللي فيها الترفيه وكنقولوا الانيماسيون. وبرنامج سياحة ذات الطابع المحلي فيها السياحة الثقافية، سياحة الأعمال، السياحة الطبية، السياحة الرياضية وسياحة الراحة كذلك. وأخيراً ومن أولويات استراتيجية 2020 السياحة الداخلية،
في برنامج بلادي والاستجابة لتطلعات ومتطلبات الأسرة المغربية والمواطن المغربي اليوم. كل هذه البرامج خاصها استثمار وخاصها إمكانيات مالية، ولذلك بشراكة مع وزارة المالية اشتغلنا لخلق صندوق سيادتي للهدف منه هو خلق دينامية استثمار، لأن كنعرفوا هذه استراتيجية 2020 جات في واحد ظرفية اقتصادية صعبة، من الصعب استقطاب التمويلات، ولهذا خلق هذا الصندوق لخلق هذه الدينامية وخصوصا خلق شراكات مع صناديق سيادية أخرى مع دول إخوان، والهدف منها هي استقطاب أكثر أو أكبر مبلغ ممكن من الاستثمارات في المغرب. حصيلة 2011 بطريقة سريعة كنشوفوا بأن رغم الظرفية الاقتصادية أو الجيوسياسية، الحمد لله القطاع السياحي كيستمر في النمو ديالو، حيث هذه السنة هذه وخصوصا في السداسية الأولى كان عندنا ارتفاع في عدد في المداخل ديال هذا القطاع ب 9.6% لكي يكون من اول كيمثل 30% من الموارد اللي عندنا من اللي كنستوردوها، ارتفاع 3.4% من عدد السياح اللي كيجيو تقريبا 5,800,000 سائح، وهناك انخفاض في المبيتات من نقص 2.4%. كنشوفوا بان هناك بدينا لهذه السنه بطريقه قويه، ولكن الاثر ديال الاحداث اللي طرات في العالم العربي في مارس كان هناك انخفاض، وكذلك في مراكش في ماي اللي جعل شويه الوتيره تنخفض. كل الدول كان عندها ارتفاع غير اسبانيا اللي انخفضت 3.3%، وهذا كيبين بان رغم هذه الظرفيه الصعبه هناك ثقة من الأسواق المصدرة للسياح على الصعيد العالمي، وهذا ملخص مهم لأن كيبين بأن رغم هذه الظرفية الصعبة في السداسية الأولى المغرب كي تصدر كل كيفوت للدول الأخرى، حيث كان عنده ارتفاع ب 6.3%، بينما في المنطقة شمال إفريقيا كان انخفاض 13% والشرق الأوسط نقص 11%. كان بينا بأن المعدل العالمي ما كيتجاوز 4.5%. الاستثمار مهم جدا رغم الظرفية، وصلنا 13 مليار درهم هذا العام اللي هو جوج مرات ونص كتضاعف بالنسبة للسنة الماضية، وهذا مهم جدا كيبين بأن كاين ثقة في المغرب رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، والمشاريع اللي تعطات انطلاقة ديالها اللي كتستمر عطات انطلاقة ديالهم مستمرين في هذه السنة هي إعادة هيكلة المخطط الأزرق، خصوصا هيكلة التنظيم المالي باش يمكن له يتنجز بطريقة سريعة، وكان إن شاء الله كنتظروا باش يكون كمل في 2013-2014. كنهضروا على السعيدية، محطة السعيدية، محطة تغازوت في أكادير، محطة ليكسوس وموكادور. كذلك برنامج خلقنا كذلك صندوق تنمية القصبات، وشكرا.